هي الوحيدة التي أقبل أن تحل محل زوجتي الراحلة. مين هي؟ لا مفيش. بنتي تحل محلها في أي حاجات كزوجة؟ لا مفيش أبدا؟ أبدا ولا حتى بص مش عارف أقولك منين ولا منين ولا من أي حتة. مفيش أي واحدة ست تحل مرات يعني مكان مراتي مهما كانت هي مين. كنت تحبها قد كده؟ طبعا. قلت لي كانت لقطة الكابل الكهرباء معايا؟ كانت ماسكة سلك الكهرباء معايا. ايه يعني كانت ماسكة سلك الكهرباء معايا؟ يعني بص كنا انا وهي بنقول للرصيف تعالى كده شوية لما ننام جنبك. انا وهي. يعني مرة بزعلها وبشتمها يعني قالت لي كلمة واحدة تخليني اقول لك اللي انا بقول لك عليه ده، لان انا عمري ما اتجوز عليها بعد ما ماتت. قالت لي انا مش لاقي حد كبير اكبر منك اشتكي له منك، هقول لمين؟ خلاص انت حر. يعني قول لي بقى في حد يقول كده ولا يعمل كده؟ الحمد لله. يعني مش ممكن تتجوز عليها؟ لا انا ممكن دلوقتي هو كده اقرا لها الفاتحه. اقرا لها الفاتحه.